واخد فيها طالق ناري ولحد النهارده مش عارف اصرف جنيه ايه اصرف اي حاجه ولا وظيفه ولا شقق ولا وعدونا باي حاجه نفذوها معانا. نعمل ايه نعمل ايه يعني؟ عملنا كوميسيون طبي وتعبنا واتبهدلنا لينا سنه اتبهدلنا وما خدناش حاجه ومش هنمشي من هنا لما ناخد حقوقنا. عمالين يوعدونا بشقق ووظايف ومعاشات ما بيعملوش اي حاجه من الكلام ده كله، والنهارده قالوا لنا تعالوا الصندوق عشان تصرفوا جميع مستحقاتكم، مفيش اي حاجه من الكلام ده. انا عندي كتر في العمود الفقري يوم جمعه الغضب ولا خدت اي حاجه لحد دلوقتي، والدكتور مرع كان معانا في مؤتمر صحفي قال لنا انا جاي اقفل الملف ده ب 30 يوم واتكل على الله على المانيا تاني. هو الدكتور هو اقول لكم الكلام ده قدامه قطع في المريق ودايره العصر وايده دي مشلوله ليه عمليه ما حدش بيسفروا له حد تاني. مفيش رعايه في العلاج ومفيش اي حاجه حضرتك في الرعايه الطبيه. خدت الميداليه وخلاص. هي خدت الميداليه، ده اللي اديته لها دي الميداليه يا حضرتك. اللي محتاج شقه ما بياخدهاش، كل ده ضحك علينا، بقى لنا سنه كلنا متصابين وكلنا محتاجين عمليات، ما فيش حد بيحصل على اي شيء. الراجل حسني مبارك ده ماشي مش الرئيس السابق، لا انا ما اعترفش بيه اي شيء في الدوله، واخد بال حضرتك؟ بيكلفنا نص مليون جنيه بالطياره رايح جاي يوميا يوميا، احنا في مسرحيه. صندوق ايه يا بيه؟ صندوق ايه؟ بياخدوا فلوس من بره بيودوها فين؟ بيودوها فين؟ بيجيبوها منين؟ فين ال 70 مليون اللي بيتكلموا عنها؟ فين فلوسنا؟ فين حقنا؟ فين حق؟ احنا مش عايزين فلوس يا سيدي الفاضل، احنا ما بنتكلمش على فلوس، مش عايزين فلوس، احنا عايزين القصاص، عايزينه يتعدم في ميدان التحرير. هو حالة التذمر اللي بيشهدها المجلس اليوم هذا سببه مش ما يتعرضون له اليوم، هو بسبب إهمال الدولة منذ إصابتهم يوم 28 يناير وحتى الآن. أنا عايز أقول حاجة، هو المصابين من يوم 28، إحنا أصيبنا يوم 28 بطلقة نارية في رؤوسنا. فواجهنا أولاً إهمال من كافة جهات الدولة لمعالجة هذا الملف من حيث العلاج ومن حيث الرعاية. الشهادة دي راحت ليه؟ مش عشان البلد تنضف وتتصلح والحال يبقى كويس ويبقى قلب على قلب بعضينا، ولا برضه هي الفوضى وهو التلوث في البلد؟ ما طلعش للجنزور وطلع لنا واحد مسؤول وقف معانا كلمنا قال لنا الورق ده هيروح في كذا كذا. نعرف احنا خامس مرض ولا ست مرة نقدم ورق وما بناخدش حاجه. من ساعه ما السبت ما اشتغلتش وانا راجل فاتح بيت وعايز اشتغل، وراكم لحم كل اللي طالبه اللي انا عايز اشتغل، وبطالب بالقصاص للناس اللي ضربت الناس كلها واللي ضربتها بالنار ويتحاكموا. عايز اشتغل عايز اشتغل عايز اشتغل. خدت 3200 وظيفه يا عم، احنا مش عايزين يا دكتور. 3 سنين كتير، 3 سنين كتير. النهارده حضرتك زلمه دلوقتي اكتر من سنه، بقى اكتر من سنه ومتبهدلين، مفيش حد بيسال فين كنا بنروح الصندوق يشوفوا كرشونه. والله العظيم اقسم بالله اهو ان اي مصاب مش هيشتغل يتفرج.